اللقاء الذي جمع بين حمدوك وحميدتي والبرهان لإجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية. بروفيسور عبد النبي، كيف يمكن فهم هذه التعديلات وما مدى أثرها وقبولها في الشارع السوداني؟ طيب، أولا دعني أترحم على شهداء الثورة السودانية منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي وحتى هذه اللحظات التي يكتب فيها شعبنا السوداني تاريخا نضاليا سيدرس بإذن الله في كتب التاريخ، وسيكتب لهذا الشعب الأعزل أنه استطاع أن يهزم إحدى أكبر الديكتاتوريات العقائدية في الوطن العربي، واستطاع أن يجبر البرهان أن يلحس، أنا أقول هذه الكلمة بهذه العبارة، أن يلحس قراراته التي اتخذها بعد فض الاعتصام، ثم أجبره الآن على أن يلحس هذه القرارات التي أصدرها بعد انقلابه في 25 أكتوبر. الوثيقة الدستورية يا عزيزي جاءت نتيجة لثورة شعبية وكتبت بواسطة حاضنة سياسية مثلت في ذلك الوقت أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان الحديث. الآن كأنما هؤلاء الذين اجتمعوا اليوم أو الذين تسربت الأخبار أنهم اجتمعوا اليوم ليعدلوا هذه الوثيقة لا يملكون تفويضا من الشعب حتى يمكن أن يعدلوا هذه الوثيقة الدستورية التي تراضى عليها الشعب السوداني بعد انتصار ثورته. إذن هذه الوثيقة هي ملك للشعب السوداني، هو الذي يعدلها، هو الذي يلغيها، هو الذي يطورها إلى الأمام. أما البرهان وحمدوك وحميدتي ليست لهم أي مشروعية لتعديل هذه الوثيقة الدستورية.